هذه هدية من الله سبحانه وتعالى، أن تلزم والديك، أن تخدم والديك، أن تقدم لهم البر على طبق من ذهب. كويس، لأنه هذا ما حديثي أنا، ده حديث منه، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالتأكيد. رقم أنفه رقم أنفه، صح؟ نعم. من أدرك بيتين والده، نعم بيتين عند الكبر ضل فيها المرض، فيها رقاد المستشفى، صح ولا صح؟ صحيح. ها؟ ولم صحيح. يدخل الجنة، رقم أنفه الرغام عن التراب، صحيح، ورقم أنفه العرب تقول الدلالة على الزلة والمهانة، أنت مرضغ نخرتك وين؟ لما أبوك أمك ده يكبروا بمرضهم وبحاجاتهم وبزهايمرهم وبنسيانهم، كويس، ولا تدخل الجنة. يعني بعبارتنا السودانية اللي بيقولها حبوباتنا، الرمادة في خشمك سيم خشمك، لو ما خشيت الجنة. يبقى انت يا اخي ربنا اداك فرصة زي دي، وراقد مع ابوك ولا امك في المستشفى، تخدمهم بعيونك، تترك الوظيفة وتترك كل شيء. تعرف يا دكتور المشكلة وين؟ نعم، انه الاب ولا الام النايم عيان ده يحس انه الزول ده ولده اللي رباه من صغير، واللي نعم تبول على رجلين، نعم، انه بتزمر. هنيئا لمن يغسل والديه، وهنيئا لمن يحمل والديه، وهنيئا لمن يساهر مع والديه حتى الصباح. يا اخي مشاهد كثيره جدا يا اخي، الصحابه عندهم مشاهد، ماسك البتاع ده لحد الصباح ما عيانين نايمين، يا الله لبن اللبن ما عايز شنو، يا سلام، يستحي انه يغزن. هذه اشكر جدا استاذه الدخل. ثم المرافق المثالي هو المرافق المهتم. نعم، اول حاجه كثير جدا من المرافقين احنا نمشي المستشفى، الكلام ده امبارح واول امبارح والاسبوع الفات انا شفته، تخش على اي زول عيان في المستشفى، الولد ولا البنت رافع رجله شغال في الواتساب. يا اخي انت مرافق يا اخي، المرافق تتعرف. ايوه نعم، اول حاجه انت من اوجب واجباتك الدعاء، يا سلام، من اوجب ما واجباتك التسبيح. ومش كده، حث المريض على المساله دي لانه هو ذاته في لحظات اجابه. أيوة يعني ايوه. ثم في حاجات ما قاعدين نراعيها يعني، نعم. ده سؤال مهم جدا لخص لنا الحلقه. نعم يا اخي، تلقاه جوا الاوضه بياكل قدام المريض المحروم من شنو؟ من الاكل، من الاكل، ودي مردود على المريض. المساله نفسيه فظيعه جدا. المريض مركب له حاجات وما قادر ياكل، انت تجيب السندوتشات والبيبسي وفهمني؟ نعم.